الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق، وأنك تبعث من في القبور. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خصم وبك خاصمنا وإليك أنبنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت، عم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد، وبسطت يدك فأكرمت فلك الحمد، وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطايا وأغناها. اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأرأف من ملك وأجود من سئل وأكرم من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت والحرام ما حرم والدين ما شرع، وأنت الله لا إله إلا أنت. اللهم إنا ندعوك دعاء المذنبين، ونبتهل إليك ابتهال الخائفين، دعاء من خضعت لك جبهته وذلت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا الله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا الله. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار.
برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا ندعوك في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك وفي هذه الساعة المباركة ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أسيرا إلا ولسراحه أطلقته. اللهم إنا نسألك أن تفرج عن أسرانا في سجون الظالمين. اللهم أعدهم إلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم بيض وجوههم. اللهم أعطهم سؤلهم وكن معهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستعين بك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا ذا البطش الشديد، يا فعال لما يريد، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فأنت علينا قادر. يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، اكنفنا بركنك الذي لا يضام، واحرسنا بعينك التي لا تنام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فاغثنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصرنا في أرض فلسطين على الغاصبين المعتدين. اللهم إنا نسألك أن تحرر المسجد الأقصى من أيدي الغاصبين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا فيه من جندك المرابطين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أفشل خططهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، يا الله اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم الذي عليت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وادفع عنا به النقم، وزدنا اللهم فيه من النعم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويمسكه
يضيع حدوده. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. خيرك إلينا نازل، وشرنا إليك صاعد. اللهم لا تعاملنا بذنوبنا، وعاملنا بعفوك يا كريم. اللهم إنا نسألك أن ما جعلت في هذه الليلة المباركة ما قسمته من صحة وسعادة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمته من بلاء وداء وفتنة وشر فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سأل منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أعد علينا رمضان أعواما عديدة، وأزمنة مديدة، وسنين بعد سنين، والمسلمون في عز ونصر وتمكين، يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. الله أكبر.